أنا آسف يا عبير، مش هبيع. استحالة طبعاً يبيع. أنا آسفة جداً يا مستر شيمي، بس أنا مضطرة أفكر حضرتك بالشرط الجزائي اللي في عقد مستر أسامة. الشرط الجزائي ده لو ما اتدفعش أتحبس. مش مهم أتحبس ولا بيع للبني آدم اللي جوه ده. ده غير إن قيمة المعارض أكتر بكتير من الرقم اللي هو حاطه. حلو جداً، اتفقوا مع بعض وأنا عندي استعداد أكلمه يرفع الرقم شوية. أنا أول مرة يتلوي دراعي بالشكل ده. يا جماعة أنا حاسس إن إحنا بنضيع وقت. البيعة لو مش ماشية أمشي أنا. لا خالص مستر عبد الله، بالعكس، بس هما كانوا عايزين يتكلموا في الرقم شوية. وأنا موافق، أنا هزود 5 مليون يبقوا 55. عبد الله ماهر رضوان ما بياكلش حق حد، ومهما كان برضه أنت عمي وبنت عمي. لا وأنت بتقدر القرابة قوي ما شاء الله. أوي. ما كلها فلوسنا اللي أنت سرقتها. بتقول حاجة عم حبيبي؟ المحامين بس يعدلوا الرقم في العقود وتبقى جاهزة على إمضة حضراتكم. ألف ألف مبروك. أنا مكنتش أعرف إن أنتوا تعرفوا بعض بصراحة. نعرف بعض ومش أي معرفة كمان. بقول لك ايه، انا سامع ان الشغل مريح عندكم اليومين دول، ما تيجي تمسكي المحل هنا بالمرتب اللي انت عاوزاه؟ لا كده كتير قوي، انا هطلع استناك بره في العربيه. ملك همضي العود واخرج لك على طول. ماشي. استنى اوصل لك شنط الفلوس للعربيه وبشويه، لحسن حد جديد يطلع لك يعمل لك فيها النمر ويقلبك. ما انت متعود. وحشتيني يا اختي، حقك عليا يا اختي، حقك عليا والله العظيم. غصب عني انا ما كنتش عارف ان كل ده هيحصل. سامحيني والله العظيم، ما كان قصدي، ما كانش ايدي حاجه، ما كانش ايدي حاجه والله. خش خش يا محسن. مساء الفل يا مستر عبد الله. يا مساء الحلاوه. مستر عبد الله مين بقى؟ مساء العسل يا نمر. حبيبي يا سمسم يا جامد حبيبي. انا من ساعه ما دخلت العمليه دي وانا كنت شاكك ان الفلوس دي هترجع تاني. بركه في الدكتوره بقى، بس يا اخي بتاخد فلوس كتيره قوي. بس استاهلها. وبعدين النقبه ادخل معاك في عمليه زي دي مش مضمونه من غير اي ضمانات غير الفلوس الكتير اللي انت بتقول عليها دي، فده في حد ذاته مغامره. وبعدين سيبك من الكلام ده كله، المهم النتيجه ايه؟ النتيجه عسل عسل زيك كده. هي دي الفلوس؟ الفلوس 100 100. يلا سكرنس، ودي الفلوس دي وهات الحاجه. حاجه ايه؟ هديك في وشك. خلص يلا. اتفضلوا. ميرسي. بس شابو يا مستر عبد الله، بجد شابو. كده الفلوس اللي اشتريت بيها معرض الزمالك كلها رجعت لك على داير مليم، مقابل الشرط الجزائي بتاع عقد المول اللي انت خليت الشيمي ما يعرفش يكمل فيه. كده المعرض بالنسبه لك يعتبر هديه. مفيش هدايا يا دكتور، كل اللي انا باخده ده مدفوع ثمنه من بدري، والثمن غالي قوي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طيب انت بتوزع شنط رمضان، هو ايه اللي كل سنه وانت طيب؟ نزل يا ابني. شنط يا استاذ حبيبي. مبروك عليكم 1,000,000 جنيه كل واحد. ميرسي قوي. يلا اتكلوا انتوا على الله، وبكره يا سمسم نتقابل عند الكبير. حبيبي يا نمر. حبيبي يا سمسم. ثانك يو مستر عبد الله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.